الزمالك الظاهر ان احنا بيسمعونا وبيستجيبوا لينا، وان تأتي متأخرا يعني خير من ان تطلع ديكنا وما تجيش خالص. يعني ان تأتي متأخرا احسن ما تطلع ديكنا وفرختنا ومعزتنا وما تجيش خالص. بيفكروا يعملوا لجنة كورة، بيفكروا يعملوا لجنة كورة. بس ايه اللي معطلهم؟ هل في حد شاطر في اللايف يقول لي ايه اللي معطلهم؟ حد شاطر يقول لي ايه اللي معطلهم؟ عمالين بيتخانقوا، ده قايمة واحدة وبيتخانقوا، ده عاوز حسن يعني ده عاوز حسن شحاتة رئيس لجنة الكورة، واحد عاوز ميدو رئيس لجنة الكورة، واحد عاوز يحط محمد صبري، واحد مش عاوز محمد صبري، واحد عاوز يحط طارق السيد، واحد مش عاوز طارق السيد، واحد عاوز يجيب حلمي طولان، واحد مش راضي حلمي طولان، وعمالين بنتخانق في المجلس مين لجنة الكورة ومين رئيس لجنة الكورة. طب غير كده مين المشرف على لجنة الكورة من مجلس الإدارة؟ هل الكابتن حسين لبيب ولا الكابتن أحمد سليمان؟ بيتخانقوا عليها. كل شوية خناقات، عاملين زي العيال اللي هم في الحضانة، لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي، يا سلام يا اختي. عارفين الاغنية بتاعت زمان دي لما كانوا ما تشدش ما تشدش انت؟ عارفين الاغنية دي؟ الناس الكبار اللي في سني عارفينها. عاملين بيتخانقوا مع بعض، ده برضو لجنة الكورة. طيب ممكن جاب لجنة الكورة نجيب مدير تعاقدات؟ يعني ممكن نجيب مدير تعاقدات معلش يعني ولا لا؟ ولا انتم عاوزين السكسيه؟ لا عاوزين السكسيه. طيب تعالوا اديكم سر، انتوا ولاد حلال، الحلقة دي كلها ضرب نار. مين المهندس التاني اللي عمل صفقة زياد كمال وضحك على الزمالك؟ المهندس الاولاني ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. مين المهندس التاني؟ حد عارف مين المهندس التاني؟ المهندس التاني وكيل لعيبة اول حرف من اسمه الف، واول حرف من اسم ابوه يه، الف يه. ده المهندس التاني اللي لبس الزمالك الزحليقة في صفقة زياد كمال، وكان موجود في القعدة. يلا يا عم انفراد اهو تاني، كان موجود في القعدة. طيب عارف مين اللي سخن الجزيري عشان يروح وما يرجعش والزمالك يبقى مجبر يدفع له 300,000 دولار توتو على كبوته وما رضيش يقسط؟ مين؟ وكيل لعيبه اول حرف من اسمه ح، وتاني حرف من اسمه ف، بينتقم من الزمالك. ليه؟ عشان الزمالك بوظ صفقه نيوم. ارجع للحلقه بتاعت حسين لبيب يحبط اكبر مؤامرة على الزمالك، تعرف انا بقول ايه؟ عشان كده بقولك حلقاتنا مربوطة ببعض. حلو يا معلم. بينتقم من الزمالك ح ف، والتاني الف ي. دول لو انت عندك مجلس ادارة يعني عندهم الحد الادنى من المسؤولية، شوية العيال السماسرة دول برا، تمسك المقشة والجروف وتكنس برا. وبالمناسبة دول مبوظين معظم الصفقات، كل صفقة يخشوا عليها بوظوها، ومنها صفقة البركاوي. يعني اللي طلع صفقة البركاوي للنور الوكلاء، وانا عرفت مصدري عرف المفاوضات مع البركاوي من وكيل لعيبة، وسرب الموضوع للميديا كلها.
ايه رأيكم؟ بيتعاملوا مع المجلس السابق وبيتعاملوا مع المجلس ده. تمام؟ ولا مش تمام؟ تعال ندخل نسيب لجنة الكورة والانفراد اللي احنا قلناه عن لجنة الكورة، وبما اننا بنتكلم على الجزيري تعال احكي لكم موضوع الجزيري. انتهى ازمة الجزيري وقيده في القائمة المحلية والافريقية، ماشي. اتفاق على جدولة المستحقات وعملوا زوم ميتنج 4-5 ساعات مع الجزيري وكيله، عارفين انا ما قلتش جديد، وكيله هو اللي ضاغط عليه عشان يعمل كده مع الزمالك، ماشي. ليه 300,000 دولار مستحقات، ماشي. لما تعال احكي لك حاجه ما حدش في مصر عارفها. جزيري كان واخد شنطته ومسافر ومش راجع تاني، ده انفراد، كلام مؤكد بنسبة 1,000,000%. جزيري كان متفق مع الجزيرة الإماراتي، جزيري يلعب في الجزيرة، حلوة. جزيري كان متفق مع الجزيرة الإماراتي على راتب سنوي 1,200,000 دولار في صفقة انتقال حر، هيمضي 3 سنين. في أول سنة 1,200,000 دولار، السنة الثانية 1,250,000، السنة الثالثة 1,400,000 دولار. طيب ليه الجزيري رد على الزمالك؟ نسيت اقول لكم، مسؤولين الزمالك كانوا بيتصلوا بالجزيري ما كانش بيرد، وكانوا بيتصلوا بوكيله ما كانش بيرد. الله، ايه اللي حصل يا عم محمد يا اسطورة؟ ايه اللي حصل يا عم محمد يا اسطورة؟ اللي حصل حصل، وطحينة تحينا من نوم من عمري. الزمالك بعت لوسيط تونسي فبيتكلم، فالوسيط التونسي قال لهم الجزيري مش راجع، مستحقاته وهو خلاص بلغ وبيجهز شكوى للفيفا. مين اللي انقذ القصه دي في مجلس اداره نادي الزمالك؟ مين اللي انقذ القصه دي؟ عمرو الادهم، احسن واحد بحبه في مجلس اداره الزمالك عمرو الادهم. عمرو الادهم كان بيتواصل مع وسيط الجزيري، مش وكيله، وسيط. لا، ابراهيم عبد الله كان قاعد في المفاوضات يا عم اشرف. انا بحكي لك حاجه تانية خالص محدش عارفها في مصر. فعمر الادهم وقبل ما يعملوا جلسة الزوم ميتنج، وقبل ما الجزيري يوافق على ان هو يخلص مستحقاته، يعني ده انا بقولك السبب اللي خلى الجزيري يفتح تليفونه، كان قافل تليفونه هو وكيله وما كانوش بيردوا على الزمالك. ايه اللي غير الموضوع في عرض البحر؟ عمر الادهم لعيب اتكلم مع الوسيط ده، الوسيط بيقول له هيفسخوا العقد ومش عارف ايه. عمرو الادهم قال له حلو قوي، وهيعمل شكوى في الفيفا؟ قال له اه. قال له خلاص، وانا بجهز شكوى اني اللاعب بعت لنا انذار، وقبل مرور المده القانونيه بتاعه الانذار اللاعب هرب، ولما هرب ما كانش فيه وقتها أجندة دولية مع منتخب بلاده، فاللعيب هرب. هفهمها لكم يعني ايه. الجزيري بيبعت شكوى لازم يعدي 21 يوم، لو الزمالك ما حطلوش فلوسه بعد ال 21 يوم ما يعدوا، الجزيري من حقه يفسخ العقد. طب الجزيري عمل ايه؟ بعت شكوى للزمالك وسافر يقضي الاجازة بتاعته قبل ما ال 21 يوم يخلصوا. فعمر الادهم مسك الحته دي، اتكلم مع الوسيط قال له لو الجزيري ما رجعش احنا موقفنا قوي ومجهزين
الشكوى بتاعتنا احنا كمان ومجهزين الرد، ان اللاعب قبل انتهاء مهلة 21 يوم هنعمل شكوى للفيفا، واحنا عاوزين نديله فلوسه، ولكن اللعيب مش موجود، اللعيب مش موجود ولازم يكون موجود عشان احط له المستحقات بتاعته في حسابه. طب يعني افرض اللعيب هرب، احط له مستحقاته؟ ما تجيش. لو حد قال لي طب ما يحطها له وهو بره، لا، الزمالك عنده حجته، انا مش هحط للعيب مستحقاته وهو هربان، يجي ينزل التدريبات احط له مستحقاته. دي اللي انقذت الزمالك مع الجزيري. مفيش بني ادم في مصر عارف الكلام اللي انا بقوله في الحلقة دي تحديدا، الحلقة دي تحديدا تخلينا نعلم على الناس اللي بتكرهنا، الحلقة دي تحديدا، وانا هتقعد بالساعات ما عنديش مشكلة، ولكن درس ان احنا هنا معلمين، ان احنا هنا معلمين وكله بياخد من ورانا ما عدا الناس المحترمة، يعني كل بقى اللي هم السنكحلية بياخدوا من ورانا، مفيش مشكلة، خلي الناس تسترسل، هباخد ثواب. ماشي يا رجالة؟ فدي الخطة اللي عمرو الادهم عملها. الكلام وصل من الوسيط للجزيري، تليفون الجزيري اتفتح في خلال نص ساعة، عملوا جلسة زوم ميتنج اللي كل الناس اتكلمت عليها، عملوا جلسة زوم ميتنج، وحاضر انا راجع بعد المنتخب، هرجع ومش هرجع وهعمل وهسوي، وبدأت الدنيا تبقى لطيفة. بسبب مين؟ بسبب واحد فاهم في اللوائح عندك في مجلس الادارة اسمه عمرو الادهم. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ طيب ده بالنسبة للجزيري. نسيت اقول لكم حاجة في عقد زياد كمال، ده بجد مش هزار، يعني مش انا بهزر، لا والله العظيم بجد خبر. الزمالك لو كان كمل الكاس وخد الكاس، الزمالك كان هيدي زياد كمال، او مش زياد كمال سوري، لو الزمالك كان خد الكاس الزمالك كان هيدي الانبي 1,000,000 جنيه. فالظاهر كانت تعليمات الكابتن حسين لبيب ما تاخدوش الكاس عشان 1,000,000 جنيه نوفرهم ونديهم مستحقات لعيب. بجد مش بهزر، الزمالك كان هيدي ام بمليون جنيه. فيعني يعني انا من رايي نخسر كل البطولات، لان احنا كل ما ناخد بطوله هيتحرق دمنا والله. وهو اللعيب ملوش ذنب يا عيني، اللعيب ملوش ذنب يعني. طيب احنا كده خلصنا ولا لسه؟ انا قلبي وجعني من الكلام. ده احنا ما اتكلمناش في اهم حاجه، في الصفقات. زار سلخت قبل مدبح. بص يا سيدي، المهدي مبارك اللي انا كلمتكم عليه من يومين، امبارح او اول، اتعرض على جوميز لاعب العين الاماراتي، وهم عاوزين يفضوا مكان هناك ليجيبوا اجنبي تاني، ومش عاوزين المهدي مبارك. اللاعب اتعرض على الزمالك زي محمود بن طاير، هيجي لنا إعارة مش هندفع فيه جنيه، مش هندفع فيه جنيه، وانت كزمالك منك للعيب اتفق مع الراتب اللي انت عاوزه، انما احنا كالعين الاماراتي مش هناخد فلوس من الزمالك. ده المهدي مبارك اتعرض على جوميز ورفضه، اتعرض على جوميز ورفضه، عشان كده جوميز متمسك بزياد كمال الى ان تأتي له بصفقة جديدة. لم تأتي له بصفقة جديدة، زياد كمال مكمل محلي وأفريقي معاك، عشان كده جوميز متمسك بزياد كمال ورفض المهدي مبارك. اتفرج عليه ما عجبوش. تعالى ندخل على حاجة تاني، ويا مصطفى الزناري طبعا عنده عروض من المصري ومن الاتحاد، ولسه برضو لو الزمالك جاب مدافع هيسيبه، لو الزمالك ما جابش مدافع مش هيسيبه. في ايه؟ في لعيب دولي سنغالي معروض على الزمالك، عنده 29 سنة، ده الزمالك دخل فيه مفاوضات معاه، لاعب نادي أسير الفرنسي،
معروض على الزمالك فري، فري معروض على الزمالك فري. طيب ايه تاني، ايه تاني، فين 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 فين، في لعيب تاني بيلعب، لعيب بيرو بيسموه بيروفي، لعيب من بيرو، لعيب اسمه أندريه مارتن، لعيب اسمه أندريه مارتن، ده بيلعب جناح ومهاجم. اللعيب ده كان بيلعب في نادي القادسية دوري الدرجة الأولى السعودي، وبيلعب في منتخب بيرو لكرة القدم، بدأ في 2009 يلعب مع نادي أليانزا ليما، وبعدها بسنتين انتقل لنادي سبورتيغ لشبونة، سبورتينج لشبونة، وشارك مع منتخب بلاده. هو مواليد 14 يونيو 1991، عنده 33 سنة. ده اسمه أندريه مارتن، كان بيلعب في نادي القادسية السعودي دوري الدرجة الأولى، معروض على الزمالك، وعقده أو يعني تم الاستغناء عنه من نادي القادسية السعودي. 33 سنة، سنه كبير برضه. في ثلاث لعيبة معروضين على الزمالك، لعيب سنغالي اسمه مختار نيداي أو نيدياي، مختار نيدياي، عنده 27 سنة بيلعب مهاجم، معروض فري على الزمالك. في لعيب تاني كاميروني اسمه فايه؟ معرفش ايه كده، اف اولينجا، هو اسمه اولينجا، خلينا نقول اولينجا لان اسمه يعني معقد قوي، معرفش، فابريسو اولينجا، ده عنده 28 سنة بيلعب برضه مهاجم، معروض على الزمالك فري. وفي لعيب نيجيري اسمه نتايا ولا ذكر، ده برضو لعيب نيجيري معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر. الراتب بتاعه من الثلاثة مش هيتخطى ال 500 ألف دولار، ومفيش غير وسيط او اتنين معروضين، ومش هياخدوا عمولة من الزمالك، هياخدوا عمولة من اللعيبة بس. فانت كده عندك اربع لعيبة، لعيب بيروفي وثلاث لعيبة، واحد سنغالي وكاميروني ونيجيري، معروضين على الزمالك. زي ما قلت لكم جوميز ما عندوش مانع يستغنى عن الزناري، ولكن بشرط انك تتعاقد ليه مع لعيب بديل ليه.